سلام، كيف حالكم؟ اخباركم؟ اليوم رجع لكم بمقطع جديد. ابي منك خدمة بسيطة، واللي هي انك تدخل على المعتمد وتبحث عن اسمي وتعطيني متابعة، والله يعطيك الف عافية. مقطع اليوم راح يكون عن شرح تحديات الاسبوع الخامس، فيلا خلونا نبدأ الحين. بسم الله، عندنا اول تحدي اللي هو يقول فز في جيمين ورا بعض، يعني تدخل سولو وتفوز وتلعب مرة ثانية وتفوز، كذا انت راح تحل التحدي. التحدي الثاني يقول اجمع كل أسلحة SMG الثلاث هذه تجمعهن وراح تحل التحدي. التحدي الثالث يقول اقتل 30 خصم بسلاح SMG، يعني كل اللي عليك انك تقتل 30 خصم وراح تحل التحدي. التحدي الرابع يقول اقتل 10 خصوم والهيل حقك تحت 50، يعني من 50 وتحت لا تهيل، وراح تحل التحدي. عندنا التحدي الخامس يقول افتح 20 اسقاطات جوية اللي هي دروبات، كل اللي عليك انك تفتح 20 دروب وراح تحل التحدي. عندنا اخر تحدي، عندنا التحدي الاخير اللي هو يقول وصل رتبة بلاتينيوم، يعني كل اللي عليك انك تدخل جيم وتوصل بلاتينيوم وراح تحل التحدي. بس هذه تحديات الاسبوع، اتمنى عجبتكم ويعطيكم الف عافية على وقتكم والسلام. We'll be right back.